سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد أفرع ميادين نادي دبي، يجمعنا اللقاء بكم في صباح هذا اليوم السبت الموافق بتاريخ 22/6/2019، حيث ننقل على حضراتكم وقائع سباق الصباح هذا اليوم الذي خصص لفئة الفطامين وضمن إشارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية حفظه الله ورعاه، الذي قدم هذه الجوائز تشجيعا لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا يا أبو سعيد على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة العربية الأصيلة. انطلاقة أول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار الفطمان لمسافة 1500 متر. بعد نعود بالترحيب بكل الأخوة الحاضرين، ترحيبنا بكم مشاهدينا الأعزاء على البركة. نرحل بأول الرحلة لنتابع الصدارة ونتابع مناورة السالم بن جاسم بن خليفة المسافري على المركز، مناورة على المركز الأول، وسالم بن جاسم بن خليفة المسافري من يقدم مناورة بالمركز الأول، لتليها على المركز الثاني يقول وعد محمد بن راشد بن مرخان الاجتبي. أما ثالث المراكز الشاهينية محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي، والمركز الرابع الله الله المهل مهل مهل عبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، من يقود المها بهذا الهجوم بهذا التحدي، ولكن بن مرخان بن مرخان بن مرخان مع وعد يتوعد يتوعد، ولكن المها المها ايضا لها كلام اخر، والقدوم من الشاهينيه بشعار المطيوعي المطيوعي، وبدت المها ايضا لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي، من تاخذ حراره الشوط الاول. الشوط الرئيسي تغادر تغادر بالمركز الاول المركز الاول، هذه ما داني المركز الثاني، كل فحص تمره تمره ما لها في فحصك. شاني صباح الخير صباح الناموس صباح التهاني صباح الناموس لعبيد بن سالم بن مصبح المركز الثاني، آل المطيوعي محمد بن مبارك بن محمد المطيوعي المركز الثالث الثالث، حشمه راشد بن خلفان بن عبيد بن دلوان الاشتبي. دقيقتين وسبع ثواني دقيقتين وسبع ثواني هو توقيتنا الاول، هو توقيت الشوط الرئيسي. وهكذا مشاهدينا الكرام استطاعت المها لعبيد بن سالم بن مصبح الغفلي ان يقدم المها في اول اشواطنا الرئيسيه، وتحوز على المركز الاول. الشاهينيه بالمركز الثاني محمد المبارك بن محمد المطيوعي، وحشمه راشد بن خلفان بن عبيد بن دلوان بالمركز الثالث. دقيقتين وسبع ثواني دقيقتين وسبع ثواني هو التوقيت الذي دار في هذا الشوط. تهانينا والناموس.